موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها من دلائل النبوة في الحديبية. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، الركوة يعني إناء صغير من جلد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: فجهش الناس نحوه، الناس شافوا النبي صلى الله عليه وسلم معاه شوية مية بيتوضأ بيهم، قوم كلهم يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك يا رسول الله، ما فيش ماء نهائي عندنا، ما فيش الحبة اللي في إيدك دي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، قال: فجعل الماء يثور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون، بيفور كده من إيه، من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا وكنا يومئذ 15 مئة. قال: ولو كنا 100,000 لكفانا. هكذا يثبت الله عز وجل أوليائه بالمعجزات والكرامات على حسب أحوالهم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.